مبروك. هذا الفوز والانجاز. انت يعني متسابقين في الراليات، هو وابوه وجده واخوانه. الف مبروك اذا الفوز القطري بالمركز الثالث. اللبناني زياد الشاب في رالي قطر الدولي. لن يستلم الميدانيات من رئيس الاتحاد القطري للسيارات. عنده وقت كثير يتمرن، وبالرغم من هالشيء حقق انجاز كبير. نحن بنعرف انه عادل البطل انجاز كبير، نحن بنعرف انه عادل البطل كأس العالم للرايات. الجميع هذه الفرحه هي المركز الثاني. في عام 2018 بإذن الله نلتقي بكم مجددا. الساد القطري عبد الله الكواري ولكل من فاز في هذا الرالي. Yes.